الكبتاغون مادة سمية أثبتت الدراسات احتوائه على مادة الإفدرين التي تدمر الخلايا العصبية، وتفرز عدة مواد تحدث إعاقة مستديمة لإفراز الجسم لهرمونات الأدرينالين والدوبامين والسيروتونين حتى بعد سحب الإمفيتامين من الجسم. صنع الكبتاغون للاستخدام الدوائي، وسرعان ما ثبت خطره على العقل والجسد، فأصبح غير قانوني دولياً منذ عام 1986 للميلاد، بعد أن أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل. ويقود تعاطي الكبتاغون إلى الهلوسات السمعية والبصرية، اضطراب الحواس، ارتكاب أعمال العنف، الشعور بالاضطهاد، الشك في الأم والأخت والزوجة. ويتسبب تعاطي الكبتاغون في نقص كريات الدم البيضاء، مما يضعف مقاومة الأمراض ويدمر الأوعية الدموية، ويقود للفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي وقرحة المعدة وتكسر الأسنان، وفي النهاية إلى نزيف المخ والوفاة. ومن الأعراض الخطيرة التي يتسبب فيها الكبتاغون رعشة في اليدين، كثرة الكلام وعدم ترابطه، عدم الاستقرار النفسي، السرقة، السكتة القلبية، أفكار انتحارية، القتل، تقلصات عضلية، العزلة عن الناس، شحوب الوجه والشفتين. وللكبتاغون أضرار ومخاطر سلوكية تظهر بشكل واضح على متعاطيه، تشبه حالات مرض الفصام أو جنون العظمة، إضافة إلى الشعور بالاضطهاد والبكاء دون سبب، والعنف والعدوانية، وبالتالي إلى الإصابة بالسكتة القلبية المفاجئة.